السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية. وفي حلقتنا النهاردة إن شاء الله احنا هنراجع يونت 4 5 and 6، الوحدة الرابعة الوحدة الخامسة والستة. نبدأ كده الأول بيونت 4 بالوحدة الرابعة، وكان بيتكلم عن expressing ability and possibility with could، يعني التعبير عن القدرة أو الاحتمال مع كلمة could أو باستخدام كلمة could. طيب تعالوا نشوف كده ان كلمة could اول حاجة عندنا ممكن يجي بعدها infinitive، يعني فعل في المصدر. طيب كلمة could لما يجي بعدها infinitive او فعل في المصدر بتعبر عن ايه؟ اول حاجة بتعبر عن ability، تعبر عن ability يعني القدرة، ولكن القدرة فين؟ في الماضي. لما اقول مثلا I could swim when I was young، انا استطعت السباحة لما كنت صغير. جبنا هنا كلمة could، جبنا هنا infinitive اللي هو swim، ما قلناش swimming ولا swam، يبقى could swim، يبقى الجملة دي بتعبر عن ability يعني القدرة. كلمة could plus infinitive بتعبر كمان عن حاجة اسمها request، request يعني الطلب. زي ما أقول مثلا كده could you help me please، ممكن تساعدني لو سمحت. فكلمة could هنا استخدمت لإيه؟ للتعبير عن الطلب أو بنسميه request. كمان كلمة could ممكن تعبر عن suggestion يعني الاقتراح، انا بقترح فكره معينه. او مثلا you could visit the zoo، يعني انت ممكن تزور الحديقه. you could visit the pyramids، انت ممكن تزور الاهرامات. فانا استخدمت كلمه could هنا plus infinitive عشان تعبر عن suggestion يعني الاقتراح. يبقى كلمه could لو جه بعديها فعل في المصدر بتعبر عن ability القدره، تعبر عن request الطلب، بتعبر عن suggestion يعني الاقتراح. تمام كده خلصنا فيما يخص كلمة could plus infinitive، could والمصدر اللي بتعبر عن القدرة أو الطلب أو الاقتراح. ننتقل بقى لحاجة تانية اسمها possibility. طبعا possibility in the past، لأن كلمة could ممكن تعبر عن الاحتمال في الماضي. طب ده بنستخدمه ازاي أو الشكل أو التعبير بيكون ازاي؟ أنا بجيب كلمة could plus have plus pb والتصريف الثاني، يبقى could have تصريف ثالث، يبقى الكلام هنا فين؟ في الماضي او عن احتمال في الماضي. لما اقول مثلا كده علي could have traveled alone، انا بقول هنا ربما علي قد سافر بمفرده. هنا I am not sure، انا هنا مش متاكد. I'm not certain، انا برضو هنا مش متاكد. فانا بتكلم هنا عن احتمال، استخدمت كلمه could. have travel تصريف ثالث او past participle عشان اعبر عن احتمال في الماضي. ده شيء كان محتمل ان هو ممكن يكون سافر لوحده او مش ممكن، انا هنا مش متاكد. فكلمه could have تصريف ثالث بتعبر عن الاحتمال في الماضي. طيب لكن كلمه could have تصريف ثالث لها تعبير ثاني بتعبر عن قدره لم تحدث في الماضي. يعني ايه مصر الكلام ده؟ بمعنى ان الشخص ده كان عنده استطاعه ان هو يعمل الشيء ده ولكن لم يفعله. كان ممكن يعمل الحاجة دي لكن هو ما عملهاش. For example لما بقول مثلا I could have pulled this mobile phone، يعني بقول أنا كنت ممكن أشتري، كان عندي استطاعة. كلمة could have يعني أنا كان عندي استطاعة أن أشتري الموبايل ده، but I didn't، ولكن أنا لم أفعل، مع أنه كان في استطاعته أن يعمل الحاجة دي. يبقى نخلي بالنا يا شباب ان كلمة could have وتصريف ثالث بتعبر عن حاجتين، احتمال في الماضي او قدرة لم تحدث في الماضي. بمعنى ان الشخص ده كان عنده قدرة انه يعمل الشيء ده ولكن لم يفعله، ولكن لم يقم به. طيب نفي كلمة could have هي couldn't have past participle. couldn't have past participle يعني التصريف الثالث. طب couldn't have والتصريف الثاني بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن استحالة حدوث شيء في الماضي، يعني الشيء ده مش ممكن ابدا يكون حصل في الماضي. استخدم كلمة couldn't. ناخد مثال كده عشان نوضح المعنى. لما يقول لي you couldn't have seen Sarah today، بقول له انت مش ممكن ابدا تكون شفت ساره النهارده. هو بيقول له كده، طيب ليه؟ قال له she's in London at the moment، لانها اصلا هي في لندن. فكلمة couldn't have والتصريف التالي اللي هو سين عبرت عن استحالة حدوث شيء في الماضي، بقول ده مش ممكن تكون شفتها لأنها أصلا هي في لندن. ناخد مثال كمان لما أقول my father couldn't have paid the bill، بقول والدي مش ممكن أبدا
جدا couldn't have التصريف الثالث the pill يعني مش ممكن أبدا يكون دفع الفاتورة. كلمة pill هنا معناها الفاتورة. he didn't have the money هو أصلا معهوش فلوس أو الفلوس مش معاه. فكلمة couldn't have seen وكلمة couldn't have paid بتعبر عن استحالة شيء أو استحالة حدوث شيء في الماضي. يبقى اتكلمنا عن could مع القدرة والطلب والاقتراح، واتكلمنا عن could have تصريف ثالث وcould have أو couldn't have والتصريف الثالث، وعرفنا الكلمات دي بتعبر عن إيه. ودلوقتي عم نتكلم عن expressing regret and blame يعني التعبير عن الندم أو اللوم. إزاي أعبر عن الندم أو اللوم على شيء حصل في الماضي؟ أنا بندم على حاجة حصلت في الماضي أو حاجة أنا عملتها في الماضي فأنا بندم عليها. قال لي عشان تعبر عن الندم على شيء في الماضي أو عن شيء في الماضي بستخدم should have أو ought to have plus past participle. بجيب الكلمات دي وأحط التصريف التالي. طب يا مستر الكلمات دي معناها إيه؟ الكلمتين دول أو التعبيرين دول معناهم كان من الواجب أن أو كان ينبغي أن في الماضي يعني. ناخد مثال كده بيقول لي هنا I feel the test بقول أنا فشلت في الامتحان. I should have studied hard بقول أنا كان من الواجب عليا كان المفروض كان ينبغي عليا أن أذاكر بجد. فهو استخدم هنا كلمة should have وجاب التصريف التالت عشان يعبر عن regret. regret يعني الندم. هو هنا بيندم إن هو ما ذاكرش كويس لأنه فشل في الامتحان. يبقى استخدمنا should have أو ممكن استخدم ought to have. أقول كده I failed the test I ought to have studied hard كان من الواجب علي أن أذاكر بجد أو كان ينبغي علي. طيب نفي كلمة should و ought to يعني فيها shouldn't have أو oughtn't to have. نلاحظ أن كلمة oughtn't معها كلمة to بخلاف كلمة should أو shouldn't ما يبقاش معهم كلمة to. يبقى shouldn't have أو oughtn't to have plus past participle بجد برضو التصريف التالي. طب الكلمات دي معناها ايه؟ معناها لم يكن من الواجب ان او لم يكن ينبغي ان نفعل كذا وكذا يعني ما كانش المفروض اعمل الحاجة دي. For example لما اقول you failed the test بقول له انت فشلت في الامتحان. You shouldn't have wasted your time ما كانش المفروض تضيع وقتك. لم يكن ينبغي ان تضيع وقتك او لم يكن من الواجب فعل ذلك او ما كانتش فكرة جيدة انك تعمل الحاجة دي. يبقى نخلي بالنا جبنا هنا shouldn't have وجبنا التصريف الثالث عشان تعبر عن blame. انا بتكلم هنا عن اللوم انا بلوم الشخص اللي قدام بقول انت فشلت في الامتحان ما كانش المفروض تضيع وقتك. you shouldn't have wasted your time لم يكن ينبغي او لم يكن من الواجب انك تضيع وقتك. يبقى اتكلمنا كده عن regret and blame الندم او اللوم باستخدام should have او ought to have we shouldn't have و oughtn't to have لأن الكلمات دي هي نفي الكلمات الأولى أو التعبيرين الأولين دول ويعبروا عن regret أو blame الندم أو اللوم. لكن نخلي بالنا ملحوظة مهمة يمكن خدناها قبل كده. عندنا كلمة should و shouldn't. كلمة should أو shouldn't لما يجي بعدها infinitive يعني فعل في المصدر هي يعني بتعبر عن advice يعني النصيحة. نخلي بالنا بقى عشان في فرق. لو انا لقيت كلمة should have تصريف تالي او shouldn't have تصريف تالي هي بتعبر عن الندم او اللوم. لكن لو لقيت كلمة should او shouldn't وبعدها فعل في المصدر فعل بدون اي اضافات يبقى بتعبر عن advice يعني النصيحة. for example لما اقول you should study hard دي مجرد نصيحة بقوله يجب ان تذاكر بجد والكلام هنا اصلا فين في المضارع مش في الماضي بخلاف الكلمات دي كلها في الماضي. أو أقول you shouldn't waste your time يعني لا يجب أن تضيع وقتك أنا بنصح أنه ما ضيعش وقته. جبنا كلمة shouldn't وجبنا فعل في الانفينيتيف يعني في المصدر وكذلك برضو جبنا كلمة should وبعدها فعل في المصدر. يبقى كلمة should و shouldn't لو جي بعدهم فعل في المصدر يبقى بتعبر عن advice يعني النصيحة في المضارع. طيب الجزء الثالث معانا كان بيتكلم عن حاجه اسمها report speech يعني الكلام غير المباشر او الكلام المنقول على لسان شخص اخر. والنقطه المهمه اللي في الدرس ده اللي احنا عايزين نعرفها ان هناك بعض الافعال او في بعض الافعال اللي بيجي بعديها object وبعد object بجيب كلمه to او not to. طب ايه الافعال دي نشوفها مع بعض. اول فعل ordered يعني امر
ادفايزد نصح انستراكتد يعني اخبر او اعلم او ادى تعليمات يعني ريمايندد يعني ذكر وورنت حذر اسكت يعني سال انكرجد شجع اكسبكتد توقع توت يعني علم او درس وطبعا اصل الفعل ده تيتش يعني يعلم او يدرس invited يعني دعا دعا شخص مثلا لحفلة begged يعني توسل أو ترجى شخص helped ساعد told يعني أخبر persuaded يعني أقنع promised يعني وعد كل الأفعال ده بيجي بعدها object وobject يعني مفعول والobject ده ممكن يكون اسم أو ضمير ضمير زي كلمة me him her them أو مثلا advised me يعني نصحني advised her نصحها advised them نصحهم او ممكن يكون اسم شخص اقول مثلا نصح علي اقول he advised علي او he advised the people هو نصح الناس يبقى ممكن يكون المفعول ده شباب اسم او ضمير طب بعد المفعول بجيب ايه بجيب كلمة to او not to طبعا ده حسب معنى الجملة غالبا لما اكون بتكلم عن شيء ايجابي بجيب كلمة to شيء سلبي بجيب not to وزي ما قلنا ده حسب معنى او سياق الجملة وبعد to او not to بجيب infinitive يعني فعل في المصدر نشوف كده مثال بيقول I asked him يعني انا طلبت منه to lend me some money نشوف كده الفعل الاول asked تمام عندنا him ده اللي هو الobject وبعدين جبنا كلمة to plus infinitive يعني فعل في المصدر او فعل وبعديه مصدر يعني انا طلبت منه to lend ان يسلفني some money يعني بعض المال طيب نشوف بقى not to وال I warned him not to go near the rocks نشوف الفعل warned اهو جبنا بعد object وبعد object المفعول جبنا not to طب معنى الجملة ايه يعني انا حذرته الا يذهب near the rocks بالقرب من الحجارة دي يبقى انا بحذرها من شيء خطير وبالتالي شيء سلبي فانا جبت كلمة not to يبقى عندنا to ان يفعل كذا not to الا يفعل كذا نخلي بالنا من المعنى ده يبقى to المصدر معناها ان يفعل كذا not to المصدر معناها الا يفعل كذا وبكده يكون خلصنا مراجعة جرامر يونت 4 ودلوقتي هنبدأ نراجع على الجرامر الخاص بيونت 5 ويونت 5 كان بيتكلم عن 3 expressions يعني 3 تعبيرات او ثلاث كلمات اول تعبير معانا هو كلمة seem او seem to التعبير الثاني be supposed to التعبير الثالث be meant to تعالوا مع بعض نتكلم عن اول تعبير معانا وهو كلمة seem او seem to وانا بستخدم كلمة seem لما اكون شاكك في حاجة او مش متأكد من حاجة معينة او يبدو فكلمة يبدو دي للشك I am not sure انا مش متأكد انا فكلمة seem معناها يبدو ان وقلنا بنستخدمها لما نكون شاكين في حاجة أو مش متأكدين من حاجة أول نقطة عايزين نتكلم عنها إن كلمة seem to يجي بعدها infinitive بجيب كلمة to وبعد to أجيب مصدر أقول مثلا he seems to be nervous يعني هو يبدو عصبي كلمة seem معناها يبدو وبي هنا فعل في المصدر فجبنا seem to وفعل في المصدر اللي هو be ما قلناش مثلا being أو being طيب النقطة الثانية ان كلمة seem يجي بعدها adjective يجي بعدها صفة يعني ممكن كلمة seem يجي بعدها صفة لما اقول مثلا he seems happy today يعني هو يبدو سعيدا اليوم فكلمة seem يجي بعدها كلمة happy وكلمة happy تعتبر adjective النقطة الثالثة ان كلمة seem تيجي مع كلمة like او as if او although يعني لما اشوف الكلمات دي اختار كلمة seem طيب كلمة like معناها ايه معناها وكأنه لما أقول seems like يبدو وكأنه طب seem as if يعني يبدو وكأنه seem as though يعني يبدو وكأنه فكل الكلمات دي أو الثلاث كلمات دول أو الثلاث تعبيرات دول معناهم وكأنه ودائما بيجوا مع كلمة seem for example لما أقول he seems like a good man يعني يبدو رجلا صالحا رجلا طيبا he seems like a kind man رجل طيب او رجل عطوف فكلمة seem جي بعدها كلمة like وكلمة like جي بعديها adjective ونون يعني اسم وصفة يبقى شباب ما ننساش ان التلات تعبيرات دول يجوا مع كلمة seem النقطة الرابعة ان كلمة seem
ممكن يجي بعديها كلمة ذات، وغالبا أو دايما لما أشوف كلمة ذات دايما بجيب subject and a verb، يعني فاعل وفعل، يعني جملة كاملة، ما اجيبش بقى صفة ولا فعل في ان جي، بجيب subject and a verb يعني فاعل وفعل. For example لما أقول مثلا it seemed that you have lost weight، يعني هو بيقول له يبدو إن أنت خسيت شوية في الوزن يعني. يلا نشوف مع بعض كده، جبنا سيم، جبنا كلمة that you have lost، جبنا هنا subject يعني فاعل، وجبنا هنا الفعل have lost، يبقى كلمة that الشباب جه بعديها فاعل وفعل. Number five، بالنسبة لكلمة seem ممكن كلمة seem تيجي مع حاجة اسمها reflexive pronouns، يعني الضمائر المنعكسة، زي مثل الضمائر المنعكسة زي كلمة himself يعني بنفسه، herself بنفسها، themselves ourselves، كل الكلمات دي بنسميها reflexive pronouns يعني ضمائر منعكسة. فلما اشوف الكلمات دي يا شباب دايما اختار كلمة seem. For example لما اقول she doesn't seem herself these days، يعني هي لا تبدو في حالتها الطبيعية. نخلي بالنا ان كلمة herself هنا مش نفسها، لا سياق الجملة او معنى الجملة كده، معناه ايه؟ هي لا تبدو في حالتها الطبيعية في هذه الايام، يبقى doesn't seem herself. طب عاوز اقول هو لا يبدو في حالته الطبيعية هذه الايام، اقول he doesn't seem himself these days، بغير بقى حسب الضمائر himself herself themselves لو بتكلم عن ايه جمع يعني، وده بالنسبة لكلمة seem. طيب نخلي بالنا من ملحوظة مهمة، أنا بنفي في كلمة seem بكلمة don't أو doesn't أو didn't. يبقى كلمة don't، كلمة doesn't، كلمة didn't ممكن تنفي كلمة seem، أقول don't seem doesn't seem didn't seem لو بتكلم في الماضي. طب أسأل بيه مستر، أسأل طبعا بكلمة do أو بكلمة does أو بكلمة didn't. ما هو طبيعي النفي بكلمة don't و doesn't و didn't، يبقى أسأل بكلمة إيه؟ الأفعال المساعدة دي بكلمة do أو does أو did، يبقى عندنا do does did أو don't doesn't didn't، دول خاصين بكلمة seem. تعالوا بقى نشوف الإيه النقطة التانية دي، بيقول لي am و am not، is و isn't، are و aren't، was و wasn't، where و weren't، يعني عايز يقول لي إيه؟ إن verb to be دول كلهم عبارة عن verb to be، يعني في المضارع وفي الماضي، المضارع am is are، النفي isn't أو aren't أو I am not، وفي الماضي was أو wasn't were أو weren't. بيقول لي إن الكلمات دي أو verb to be ما ينفعش تيجي مع كلمة seem، يعني الكلام ده يا مستر غلط. ينفع نقول is seem؟ لا. طب isn't seem؟ طب was seem؟ أو weren't seem؟ يبقى verb to be لا يأتي مع كلمة seem. نخلي بالنا عشان دي ملحوظة مهمة يا جماعة، يقول لي don't seem ولا aren't seem؟ لا هي don't seem. doesn't seem ولا isn't seem؟ لا هي doesn't. يبقى احنا عندنا verb to be ما ينفعش يجي مع كلمة seem، يبقى الملحوظة دي او النقطة دي كده ما تنفعش، لكن استخدم ايه؟ don't doesn't didn't do does did. طب verb to be am is و are was or were ما ينفعش يا مستر نستخدمهم طبعا مع كلمة seem، يبقى verb to be ما يجيش مع كلمة seem. وبكده نكون خلصنا كلمة seem to. ننتقل على التعبير التاني او الشكل التاني او الكلمة التانية اللي هنتكلم عنها، هي كلمة be supposed to plus infinitive. طيب طبعا كله هيسأل يا مستر هي الكلمة دي معناها ايه؟ طبعا يا شباب الكلمة دي بتختلف معناها باختلاف سياق الجملة، لانها لها اكتر من استخدام. يعني كلمه بي supposed to ممكن يكون معناها من الضروري ان، او من المفترض ان، او من المتوقع ان، كل دي معاني الكلمه supposed to. طب ليه؟ لان لها كذا استخدام. تعالوا مع بعض نشوف اول استخدام لكلمه بي supposed to. هو اول حاجه obligation يعني الالزام او الضروره، يبقى انا بستخدم supposed to للتعبير عن الالزام او الضروره. لما اقول مثلا I'm supposed to leave now، بقول انا ضروري امشي دلوقتي، انا المفترض امشي دلوقتي، يبقى بتكلم عن obligation شيء ضروري. فجاب كلمه am، جاب supposed to،
2 plus infinitive. نخلي بالنا يا شباب ايه يا مستر كلمه بي دي. بي يعني verb to be، يعني am is are was or will. يبقى كلمه suppose to لازم ولابد يجي قبليها verb to be، وطبعا الكلمه دي عكس كلمه seem، بخلاف كلمه seem. يبقى يجي قبلها am او is او are was او will لو بتكلم في الماضي. يبقى لازم ولابد مع الكلمه دي اجيب verb to be، عشان كده قلنا I am. طيب التعبير الثاني expectations، يعني التوقعات. انا بتوقع حاجه في المستقبل، يبقى ممكن استخدم be supposed to. اقول مثلا the match is supposed to be on TV، بقول ان الماتش ده او المباراه دي من المتوقع ان هي تذاع على التلفزيون، فهو استخدم هنا is supposed to plus infinitive. طيب ليه؟ عشان يعبر عن توقعات، هو بيتوقع شيء. هذا بقول الماتش ده من المتوقع ان هو يذاع على التلفزيون، فقلنا is supposed to be، وطبعا be هنا تعتبر مصدر اللي هي verb to be يعني. طيب التعبير الثالث لكلمة be supposed بتعبر عن arrangements، يعني ترتيبات. انت مرتب مثلا تزور صديقك او تقابله مثلا في ميعاد محدد، يبقى ممكن نستخدم be supposed to. اقول مثلا I'm supposed to meet Ali tonight، وطبعا الترتيبات يعني arrangement زي ما قلنا. بقول انا مرتب ان اقابل صديقي علي tonight، يعني الليله. يبقى بتكلم هنا عن arrangements، يعني ترتيبات في المستقبل. I'm supposed to meet، I'm supposed to visit، من المفترض او انا مرتب ان انا اقابل صديقي، ان انا ازور صديقي. يبقى بتكلم هنا شباب عن arrangements، يعني الترتيبات في المستقبل. اخر تعبير معانا هو prohibition، يعني المنع او الحظر. ويمكن خدنا المنع او الحظر مع كلمه mustn't، يعني كلمه aren't supposed to بتساوي كلمه mustn't. نخلي بالنا لو انا عاوز اعبر عن prohibition المنع بجيب isn't supposed او aren't supposed او I am not supposed. يعني يا مستر ايه عايزين نقول؟ ايه عايزين نقول يا شباب؟ مع المنع او الحظر بجيب الشكل اللي هو الايه؟ النفش. ما انا بقول مش المفترض انك تعمل كده، او you aren't supposed to park here، بقوله من المفترض انك ما تركنش في المكان ده، او ممنوع انك تركن في المكان ده، او محظور انك تركن في المكان ده. ممكن يقول لي في الاخر it's not allowed، يعني هذا ليس مسموحا به. يبقى لما نلاقي isn't supposed، aren't supposed، I am not supposed، يبقى الكلام هنا عن prohibition، يعني المنع او الحظر او التحريم. لكن قلنا بنستخدم الشكل اللي هو المنفي عشان اعبر عن prohibition المنع او الحظر. تمام، نشوف الملحوظه دي كده. يقول لي am او I am not، is او isn't، are او aren't، was او wasn't، were او weren't. يعني جايب لي يا شباب هنا verb to be مع كلمه supposed to plus infinitive. طب يا مستر الكلام ده صح ولا غلط؟ صح طبعا مليون في المية. طب ليه؟ ما احنا قلنا اهو ان احنا بنستخدم بي، يعني verb to be، يعني am is are was or were لو في الماضي. am is are طبعا am is are دي في المضارع، was were او wasn't او weren't فين؟ in the past يعني في الماضي. لكن نشوف بقى مع بعض. هنا عندي كلمة do او كلمة does او كلمة did، يعني في السؤال يعني، أو don't أو doesn't أو didn't. ينفع نستخدم الكلمات دي يا شباب مع كلمة supposed to plus infinitive؟ هل ينفع؟ لا، طبقا للقاعدة دي اللي هو بيجي verb to be، فمش هينفع يجي الكلمات دي مع كلمة supposed to. يعني ما ينفعش نقول don't supposed ولا doesn't supposed ولا didn't supposed ولا do ولا does ولا did. يبقى verb to do اللي هو فعل do ده، سواء كان في السؤال أو في النفي، ما ينفعش يجي مع كلمة supposed to. لكن نجيب ايه يا مستر؟ نجيب verb to be زي ما قلنا، سواء في المضارع او في الماضي. واخر تعبير هنتكلم عنه هو be meant to plus infinitive. طب ليه احنا بنستخدم التعبير ده او الكلمة دي؟ قال لي اول حاجة عشان نعبر عن the purpose of something، يعني حقيقة الاشياء او الغرض من الاشياء. لما نقول الحاجة دي احنا عملناها ليه؟ الغرض منها ايه؟ for example لما اقول computers are meant to help us، بقول لي الكمبيوتر ده احنا عملناه عشان يساعدنا، الغرض منه ان هو يساعدنا في شغلنا مثلا. ف
فانا جبت ار من 2 بلس انفينيتي اللي هو كلمه هيلب. يبقى اول تعبير للكلمه دي بتعبر عن الغرض من الاشياء او حقيقه الاشياء. يعني مثلا لما اقول schools are meant to be educational، يعني المدارس عملناها اصلا من اجل التعليم، يبقى الغرض الحقيقي للمدرسه هو التعليم. طيب لما اتكلم عن المستشفى اقول hospitals are meant to help sick people، احنا عملنا المستشفيات اصلا عشان تساعد الناس المرضى. يبقى انا بتكلم عن حقيقه الشيء او الغرض الحقيقي من هذه الاشياء، استخدم meant to. طيب التعبير الثاني هو intention. لما اعبر عن النيه انا ناوي اعمل حاجه او مخطط لحاجه في المستقبل، ممكن استخدم كلمه meant. لما اقول مثلا this story is meant to be for children، بقول القصه دي اصلا احنا كنا ناويين نعملها او ناويين نعملها اصلا للاطفال، مخصصه للاطفال. يبقى نيه الشخص اللي عملها كان عاملها اصلا للاطفال، فاستخدمت هنا is meant to plus infinitive عشان اعبر عن ايه؟ عن intention، يعني النيه. ونخلي بالنا يا شباب برضو ان كلمه meant هتطلع هنا كلمه ايه؟ be. وزي ما قلنا ان be يعني verb to be، يعني am is are was or where لو فين؟ لو في الماضي. عشان كده قال لي are meant is meant او am meant، حسب بقى حسب سياق الجمله. طيب دلوقتي هنتكلم عن الفرق بين تعبيرين. كلمه mean to دي نقطه ثانيه بقى هنتكلم عنها. احنا خلاص خلصنا كلمه mean to plus infinitive، عرفنا بتعبر عن الغرض والنيه. ايه الفرق بين mean to و mean plus verb plus ing؟ لكن كلمة mean to بيجي بعدها يا شباب طبعا infinitive. عايزين نركز بقى عشان دي نقطة مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات. لما mean to يجي بعدها مصدر يبقى معناها ايه؟ ولما كلمة mean يجي بعدها فعل فيها ing يبقى معناها ايه؟ كلمة mean to plus infinitive معناها ينوي أو يقصد فعل شيء. معناها ينوي أو يقصد فعل شيء. لما أقول مثلا I didn't mean to annoy you، بقول انا لم اقصد. كلمه مين هنا معناها اقصد، بقول انا لم اقصد ان انا ازعجك او اضايقك يعني. يبقى جاب لي كلمه مين تو بلس انفينيتيف. طبعا هنا ما فيش لا ام ولا از ولا ار، لان ام از ار ووز اوير مع كلمه ايه؟ منت وليس مين. يبقى مين تو معناها ينوي او يقصد فعل شيء. لكن تعالوا نشوفوا مع بعض كلمه مين. كلمة مين لما يجي بعدها verb plus ing يعني فعل مضاف ing يبقى معناها يشتمل على شيء أو يتضمن. يعني مثلا نشوف المثال ده، بيقول being a pilot means traveling a lot. بيقول كوني أنا طيار ده معناه أو يشتمل أو يتضمن إن أنا أسافر كتير. يبقى means معناها يتضمن السفر كثيرا. يبقى كلمة مين يا شباب لو جه بعديها فعل فيه ing يبقى معناها يتضمن أو يشتمل على. ناخد مثال كمان، لما أقول مثلا being a teacher يعني كوني مدرس means correcting a lot of homework، يعني يتضمن أو يشتمل على تصحيح واجبات كتير. فكلمة means جه بعدها فعل فيه ing وبالتالي معناها يشمل أو يتضمن. لكن لو كلمة mean جه بعدها to plus infinitive معناها ينوي او يقصد. ونخلي بالنا من النقطه دي عشان دي مهمه جدا جدا. طيب نيجي بقى عندنا هنا ملحوظه هنتكلم عنها. اول ملحوظه بيقول لي ان في am او I am not، is او isn't، are او aren't، was او wasn't، where او weren't. طبعا الكلام هنا ده present وده past، بتكلم في الماضي was او wasn't where او weren't. قال ان الكلمات دي ينفع تيجي مع meant to plus infinitive. ايوه ينفع، مفيش مشكله، الكلام هنا صحيح مليون في الميه. لان verb to be احنا قلنا اهو be meant to be يعني verb to be. كل الكلمات دي بتعبر عن verb to be او هي اصلا verb to be. تمام. لكن لو عندي كلمه do او does او did، don't او doesn't او didn't، ينفع يا مستر اجيبهم مع كلمه meant؟ يعني ينفع اقول don't meant، doesn't meant، didn't meant؟ لا ما ينفعش، الكلام ده شباب غلط. يبقى ممنوع نستخدم الكلمات دي مع كلمة meant. يبقى تاني كلمة do does did
don't, doesn't, didn't ممنوع نستخدمهم مع كلمة meant to plus infinitive. طب امتى استخدمهم بقى؟ نخلي بالنا انا بستخدم الكلمات دي مع كلمة mean وليس meant. يعني اقول don't mean, doesn't mean, didn't mean او what do you mean. لو بسأل سؤال يعني what does he mean, يبقى في السؤال احط do او does او did. did طبعا لو الكلام في الماضي, don't, doesn't, didn't الكلام هنا طبعا في النافي, اجيب كلمة mean يبقى ينفع عشان نقول don't mean, doesn't mean, didn't mean. لكن ما ينفعش نقول don't meant ولا doesn't meant ولا didn't meant, لان كلمة meant اصلا بيقابليها زي ما قلنا verb to be, يعني كل الافعال دي am, I am not, is, isn't, are, aren't, whose, wasn't, where, weren't. وبكده نكون خلصنا مراجعة grammar unit 5. ودلوقتي هنبدأ نراجع على اخر يونت معنا وهي يونت 6, كان بنتكلم عن conditionals with if, يعني الحالات الشرطية باستخدام كلمة if. تعالوا نشوف مع بعض اول حالة معنا وهي zero conditional, يعني الحالة الشرطية الصفرية. طب تكون الحالة دي ايه؟ بتتكون من if او when, بجيب كلمة if او كلمة when plus present simple يعني مضارع بسيط, والجملة التانية برضو present simple, يبقى جملتين هنا مضارع بسيط. طيب تعالوا مع بعض نفتكر تكوين المضارع البسيط كده, بتكون من I أو we أو you أو they, أحط فاعل في المصدر infinitive, لكن لو فيه he أو she أو it أو أي اسم مفرد بضيف للفعل s أو es أو ies, وده احنا خدناه كتير قبل كده. طيب سؤال دلوقتي, الحالة الصفرية كانت بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن facts يعني الحقائق, الحقائق العامة أو الحقائق العلمية مثلا. For example لما أقول if you heat ice it melts, بقول لو انت سخنت التلج ده it melts يعني يذوب او يسيح. نشوف مع بعض استخدمنا كلمة heat, طبعا في هنا كلمة you فما حطناش s, جبنا مصدر بس. heat هنا present simple, الجملة التانية فيها melts حطينا s لان في كلمة it او الضمير it, يبقى it melts, يبقى انا بنعبر عن الحقائق العلمية. التعبير التاني هو habits, الحالة الصفرية بتعبر عن habits يعني العادات. لما اقول مثلا if I feel tired يعني لما اشعر بالتعب I stay at home, انا بقعد في البيت, فانا بعبر هنا عن عادة او حاجة انا متعود عليها, لما كنت تعبان بقعد في البيت او اقيم في المنزل. يبقى استخدمنا هنا feel present simple والجملة التانية stay present simple, يبقى الحالة الصفرية بتعبر عن facts حقائق and habits يعني العادات. وكده نكون خلصنا الحالة الصفرية. ندخل على الحالة بعد كده اللي هي first conditional, الحالة الأولى. طب تكوين الحالة دي ايه؟ بتكون من if, بجيب برضو present simple يعني مضارع بسيط وعرفنا تكوينه ايه, والجملة التانية يبقى فيها كلمة will أو كلمة can أو كلمة should أو كلمة may, والكلمات دي كلها بيجي بعدها فعل في الايه؟ في المصدر يعني infinitive, فعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى الجملة الأولى present simple, الجملة الثانية فيها will, can, should أو may وفعل في المصدر, أو بجيب فعل أمر. ونخلي بالنا يا شباب من الملحوظة دي, ممكن نجيب فعل أمر أو بنسميه imperative يعني فعل أمر في الجملة الثانية. تعالوا مع بعض ناخد مثال كده, يقول if you study hard, بقول لو أنت ذاكرت بجد you will pass the test, هتجتاز هذا الامتحان, هتعدي في الامتحان ده. يبقى استخدمنا هنا present simple study, والجملة التانية جبنا will plus infinitive, will مصدر. طب يا مستر الحالة بتعبر عن ايه او بنستخدمها ليه؟ بتعبر عن possible actions in the future يعني احداث محتملة الحدوث في المستقبل, وممكن في المضارع كمان. يعني ممكن نقول ان الحالة الاولى بتعبر عن possible actions يعني احداث ممكنة او احداث محتملة الوقوع in the present or in the future, في المضارع او في المستقبل. زي ما نقول كده if you study hard, لو ذاكرت كويس you will pass the test, هتجتاز هذا الامتحان. نشوف جملة كمان هنا بيقول لي if you have a problem, بيقول لو عندك مشكلة call me. ملاحظين حاجة, احنا استخدمنا هنا فعل امر. طب ليه مستر حطينا فعل امر؟ لان هنا مفيش subject, مفيش he, مفيش she, مفيش I, you, they, احمد, علي, مفيش subject, يبقى نحط فعل ايه؟ امر. يبقى استخدمنا هنا present simple واستخدمنا هنا
فعل الأمر. If you have a problem, call me. ولو عندك مشكلة كلمني. ناخد كمان مثال النقطة دي. If you are tired, كلمة are دي am is و are يعتبروا present simple. يبقى احنا جبنا هنا present simple. بقول if you are tired أو if you are late, بقول لو أنت متأخر take a taxi, اركب تاكسي. يبقى استخدمنا شباب هنا present simple وجبنا هنا برضو imperative يعني فعل أمر. قلنا take a taxi ما قلناش will take. طب ليه مثلا جبنا فعل أمر تاني؟ لأن هو هنا subject حذفه، مفيش I، مفيش he، she، we، you أو اسم علي، أحمد، سارة، مفيش أي اسم هنا أو مفيش ضمير أحط فعل أمر. ده بالنسبة للحالة الأولى. تعالوا مع بعض نتكلم عن second conditional، الحالة الشرطية التانية. طب الحالة دي بتكون من يا شباب؟ بتكون من if، تمام، وبجيب past simple، الجملة التانية فيها ماضي بسيط. طيب يبقى الجملة الأولى فيها ماضي بسيط، لكن الجملة الثانية بجيب would أو could أو might plus نركز infinitive. يبقى الكلمات دي عشان بيجي بعديها فعل في المصدر. يبقى تاني بجيب if الجملة الأولى فيها past simple يعني ماضي بسيط، الجملة الثانية فيها would أو could أو might. يبقى لقيت ماضي بسيط، يبقى الجملة الثانية فيها would أو could أو might، وبعد الكلمة دي أحط فعل في المصدر infinitive. طيب سؤال دلوقتي، هي الحالة التانية دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن imaginary situations in the present، يعني بتعبر عن مواقف خيالية بس فين؟ في الماضي ولا في الحاضر؟ لا في الحاضر او في المضارع. يعني بتعبر عن مواقف خيالية في المضارع. طب يا مستر الجملة شكلها هنا ماضي، بتقولي past simple. ايوه شكل الجملة ماضي ولكن المعنى بتاعها مضارع او في الحاضر. ده بنسميه unreal past يعني ماضي غير حقيقي. يبقى الحالة دي بتعبر عن مواقف خيالية imaginary situations in the present، يعني مواقف خيالية في الحاضر يا شباب وليس في الماضي. For example بقول if I had، جبنا كلمة had ماضي have ماضي بسيط. If I had a lot of money، بقول لو معايا فلوس كتير I would buy a villa، أنا أشتري فيلا. طبعا هو هنا بيتخيل، لكن الكلام في الماضي ولا في المضارع؟ لا الكلام هنا في المضارع، مع ان شكل الجملة ماضي لكن المعنى بتاعها مضارع، لانها بتعبر عن اشياء خيالية او تخيلات او مواقف خيالية. ناخد كمان مثال يوضح لنا اكتر الفكرة دي. بقول if I were a bird، بقول لو انا طائر I could fly، كنت طرت كنت استطيع الطيران. يبقى جبنا كلمة وير past simple ماضي بسيط، وجبنا هنا كلمة could plus infinitive، مقلناش flying ولا flies، fly. طب بتعبر عن ايه برضو؟ عن مواقف خيالية. بقول لو انا طائر، طبعا بيتخيل هنا عمره ما يكون طائر، يعني I could fly، كنت طرت. فالتعبير الاول الحالة التانية ان هي بتعبر عن مواقف خيالية فين؟ في الحاضر او في المضارع وليس في الماضي. طيب الاستخدام الثاني للحاله الثانيه هو for giving advice، يعني لاعطاء النصيحه. يعني ممكن نستخدم الحاله الثانيه عشان نعبر عن النصيحه او لاعطاء النصيحه. For example لما اقول مثلا if I were you، بقول لو انا مكانك I wouldn't buy this car، ما كنتش اشتريت العربيه دي. فانا استخدمت هنا were plus simple والجمله الثانيه فيها wouldn't buy plus infinitive. طيب هنا الجملة دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن النصيحة. بقوله if I were you، لو انا كنت مكانك. طبعا الكلام هنا هو عمره ما يكون مكانه، ولكن ده امر تخيلي او بيديله نصيحة. يعني if I were you I wouldn't buy this car، لو انا كنت مكانك ما كنتش هشتري العربية دي. يبقى يا جماعة الحالة التانية بتعبر عن imaginary situation مواقف خيالية او giving advice يعني اعطاء النصيحة. أنا بالنسبة للثيرد كونديشن يعني الحالة الشرطية الثالثة، فتكوينها بجيب في الأول كلمة if، بجيب past perfect يعني ماضي تام اللي هو تكوينه had والتصريف التالت. يبقى الماضي التام تكوينه had plus pb اللي هو التصريف التالت. الجملة الثانية بجيب فيها كلمة would أو كلمة could أو كلمة might، وبجيب برضو have past participle. يبقى نخلي بالنا لان الحاله الثانيه would could might و infinitive.
لكن في الجملة التانية هنا بجيب would have أو could have أو might have والتصريف التالي هو الباست بارتيسيبل. فور اكزامبل لو المثال كده بيقول لي if I had studied hard، بقول لو كنت ذاكرت بجد I would have passed the test، كنت عديت في الامتحان ده. نخلي بالنا يا شباب استخدمنا هنا had وبعدين التصريف التالي، قلنا had studied يبقى past perfect ماضي تام. الجملة التانية فيها would have وجبنا التصريف التالي اللي هو أصله pass but passed، يبقى would have passed. وممكن نقول could have passed أو might have passed حسب معنى الجملة بقى. يبقى الجملة الأولى شغال فيها تصريف تالت had والتصريف التالت اللي هو الباست بيرفكت، لكن الجملة التانية فيها would أو could أو might have والتصريف التالت. طيب سؤال دلوقتي يا مستر، هي الحالة دي بتعبر عن إيه؟ تعبر عن أشياء لم تحدث في الماضي، يعني to express actions that didn't happen in the past، أحداث لم تحدث في الماضي أو أشياء لم تحدث في الماضي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يقول مثلا if I had studied hard، بقول لو كنت ذاكرت بجد I would have passed the test، كنت عديت في الامتحان، كنت اكتست الامتحان ده. لما اسأل سؤال كده did he study hard، هل الشخص ده ذاكر بجد؟ no he didn't، يبقى لم يذاكر بجد. طب did he pass the test، هل هو عدى في الامتحان؟ هل هو اجتاز الامتحان؟ لا هو لم يجتاز الامتحان. يبقى هو لا هو ذاكر ولا هو عدى في الامتحان، يبقى دي كلها احداث لم تحدث في الماضي. يبقى بكل بساطه الحاله الثالثه تعبر عن actions that didn't happen in the past، احداث لم تحدث في الماضي او اشياء لم تحدث في الماضي. وبكده كنا اتكلمنا عن حالات اف. نيجي دلوقتي للجزء الثاني بقى عندنا اللي هو alternatives to using if، يعني بدائل كلمة if أو الكلمات اللي احنا ممكن نستخدمها مكان if أو الكلمات التي تحل محل كلمة if وتدي نفس المعنى. أول حاجة عندنا كلمة اسمها provided that أو on condition that أو as long as. الكلمات دي يا جماعة ممكن نستخدمها مكان كلمة if. طيب كلمة provided that معناها على شرط أن، on condition that معناها على شرط ان، as long as معناها طالما او مدام. اقول لك مثلا you can borrow my pen as long as you give it back، انت ممكن تستلف القلم بتاعي طالما او مدام انت هترجعه تاني او لو انت هترجعه تاني. فالكلمات دي بتحل محل كلمة if، ولكن الكلمات دي بنستخدمها في الحالة الاولى والحالة التانية. يبقى أول ثلاث كلمات معانا بيستخدموا في الفيرست والسكند، الأولى الحالة الشرطية الأولى والحالة الشرطية الثانية. تمام، نيجي للمجموعة الثانية كلمة suppose، supposing، imagine. يجي بعد الكلمات دي كلمة that، يعني ممكن نستخدم كلمة that أو ممكن ما نستخدمهاش، عشان كده حطيناها من الأكواس. ويجي طبعا تيجي الكلمات دي مع الحالة الشرطية الثانية. طيب الكلمات دي معناها ايه؟ كلمة suppose او supposing يعني افترض، افترض ان، imagine تخيل ان. طب انهي حالة بتعبر عن التخيلات والافتراضات؟ طبعا زي ما قلنا الحالة التانية. يبقى الكلمات دي تحل محل كلمة if في الحالة انهي؟ في الحالة التانية. كلمة suppose، supposing، imagine، وممكن نحط معهم كلمة that او ممكن نشيلها، ودي دي في الحالة التانية زي ما قلنا. طيب عندنا كلمة اسمها without، without يعني بدون، without معناها بدون. وكلمة without دي تحل محل كلمة if، ويجي دايما بعدها verb plus ing. أو مثلا without studying hard you will not pass the test، يعني أنت لن تجتاز الامتحان، بدون المذاكرة بجد لن تجتاز الامتحان. فكلمة without قلنا study ولا studying؟ لا قلنا studying، يبقى كلمة without بعدها فعل في ing. طب كلمة unless، كلمة unless معناها إذا لم، وبتساوي كلمة if not. يعني لو الجملة أصلا كانت منفية أقول لك if you don't study hard، الجملة أصلا فيها كلمة don't، ممكن أشيل كلمة don't وأقول unless you study hard، يعني إن لم تذاكر بجد.
فكلمة unless بتحل محل don't أو doesn't أو النفي في الجملة. طيب unless دي دايما بيجي بعدها جملة مثبتة، يبقى الجملة اللي بعد كلمة unless دايما بتكون مثبتة. طب الجملة التانية مثلا بتبقى مثبتة أو منفية، وده حسب معنى الجملة أو سياق الكلام. يبقى يا شباب كلمة unless يجي بعد الجملة اللي بعديها على طول مثبتة، والجملة التانية بتبقى يا إما مثبتة يا إما منفية، وده حسب سياق أو معنى الكلام. For example لما أقول مثلا على سبيل المثال unless I have enough money، كلمة unless قلناها معناها إذا لم، إن لم يكن معايا فلوس كافية I can't buy the car، مش هقدر اشتري العربية دي. فكلمة unless معناها إذا لم. طيب الكلمة اللي بعد كده من بدائل F هي كلمة but for، وكلمة but for معناها لولا. طيب كلمة but for يجي بعدها ايه؟ ممكن يجي بعدها noun أو فعل في ing، يا إما اسم أو verb في ing. أقول مثلا but for your help يعني لولا مساعدتك، but for your kindness لولا عطفك. يبقى كلمة but for يا شباب يجي بعدها فعل في ing أو اسم يعني noun. طيب but for غالبا بتيجي في أنهي حالة؟ غالبا أو كتير أو نشوف but for في الحالة الثالثة في third conditional. يبقى أكثر استخدام لكلمة but for هو في الحالة التالتة، أو دايما بتستخدم في الحالة التالتة. طيب عندنا كلمة اسمها in case of و in case. كلمة in case of يعني في حالة، أو in case معناها برضو في حالة، اللي اتنين نفس المعنى يعني في حالة. طيب لكن الفرق بينهم إن كلمة in case of يجي بعديها يا إما noun يعني اسم أو verb في ing. أقول in case of being late، يبقى of يجي بعدها فعل في ing أو يجي بعديها noun اسم أو فعل في ing. لكن يا شباب كلمة in case يجي بعديها subject يعني فاعل وverb يعني فعل. يعني يا مستر ايه؟ ان كلمة in case of نستنتج كده ان كلمة in case of بيجي بعدها جملة كاملة، يبقى كلمة in case وليس in case of. كلمة in case يجي بعدها جملة، لكن كلمة in case of بعدها طبعا noun أو verb في ing. طيب عندنا كمان بديل كلمة should. إذا مثلا ممكن نحط كلمة should في أول جملة وتساوي كلمة if، أيوة ممكن مفيش مشكلة. يبقى كلمة should بستخدمها إزاي؟ بجيب should وبجيب subject لكن بجيب فعل في المصدر infinitive. يبقى دايما كلمة should يجي بعديها infinitive حتى لو جت في أول الجملة، وبعد كده subject بجيب برضو infinitive. طب كلمة should بتيجي في الحالة انهي؟ بتيجي في الأولى والتانية، ال first وال second، زي ما احنا كاتبين اهو first and second. لكن نخلي بالنا ان كلمة should لازم يكون معاها فعل في المصدر يعني infinitive. اما بالنسبة لكلمة where، احنا ممكن نستخدم كلمة where بدل كلمة if، يعني ممكن تحل محل if. يعني مثلا انا عندي هنا if I were you، ممكن اشيل كلمة if دي شباب واحط where في الاول بس، يبقى where are you بتساوي if I were you. يبقى كلمة where دي بيجي بعدها subject وممكن نجيب adjective يعني صفة. where I tall لو كنت طويل، where I short لو كنت قصير، where I young لو كنت صغير. يبقى ممكن نحط هنا كلمة tall، كلمة short، كلمة young، أي صفة بقى. يبقى أول حال كلمة where يجي بعدها subject وصفة، أو ممكن نجيب where subject to infinitive. يبقى عندنا حالتين هنا، الحالة الأولى subject وصفة، والحالة الثانية بنجيب where وبنجيب subject to plus infinitive to والمصدر. طب كلمة where تستخدم في هذه الحالة؟ طبيعي اللي احنا عارفين إن كلمة where ماضي بسيط، يبقى تستخدم طبعا يا شباب في second يعني في الحالة الثانية. يبقى كلمة where تستخدم فقط في الحالة الثانية. طيب من ضمن البدائل برضو كلمة had، ونركز بقى لأن كلمة had ممكن تيجي في الحالة الثانية والحالة الثالثة، لأن had ماضي بسيط وhad وتصريف ثالث ماضي تام، يبقى ممكن في الثانية أو الثالثة. طب أعرفها إزاي؟ نخلي بالنا كلمة had
وبعديها subject، والsubject ده بعديه noun. يعني لقيت had subject noun يعني اسم، يبقى دي حالة تانية. تمام كده؟ يبقى had وفاعل ولقيت هنا noun يعني اسم، يبقى اعرف ان دي حالة تانية. لكن لو لقيت كلمة had وفي برضو subject لكن في تصريف ثالث، في past participle، يعني في تصريف ثالث، يبقى دي الحالة الثيرد كونديشنال، الحالة الشرطية الثالثة. يبقى نخلي بالنا يا شباب، لو لقينا noun يبقى دي حالة تانية، لقيت تصريف ثالث مع كلمة had يبقى دي حالة ثالثة. وآخر تعبيرين معانا، أو آخر بدائل، أو آخر البدائل من بدائل if، هي if it weren't for. if it weren't for معناها لولا، و if it hadn't been for معناها لولا. التعبيرين دول معناهم لولا. وعلى فكرة بيساووا كلمة but for. but for برضو معناها لولا، ولكن كلمة but for بيجي بعدها noun أو فعل فاعل زي ما قلنا. if it weren't for، if it hadn't been for، الكلمات دي يا شباب بتحل محل كلمة if. طيب في الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ نركز بقى. if it weren't for، أنا ملاحظ إن في كلمة weren't هنا، يبقى خلاص حالة تانية. ما هي were و weren't أصلا حالة تانية، يبقى تستخدم في الحالة التانية، وإحنا قلنا اللي معناها لولا. if it hadn't been for دي حالة تالتة، third conditional. ليه؟ لأن إحنا عندنا hadn't been تصريف تالت past participle، يبقى if it weren't for حالة تانية، if it hadn't been for دي تعتبر حالة تالتة، لأن عندنا had أو hadn't والتصريف التالت. وبكده يكون خلصنا شرحنا ليونت 6.